لازم نتعود. نحن منبلش ومننطرن. لا نص ساعة تأخير. Good morning, good morning. اليوم منبلش أول نهار بأبو ظبي وأول شيء رح نعمله الأكواريوم. نحن رح نعمل الشغلة لكل واحد من الأولاد. كل واحد جاي عنده شيء براسه. لاني عم بيروح على الأكواريوم. إني عم بيروح على Warner Brothers. أفن عم بيروح على فروع أحد. أوكي. أفن عم بيروح على فيراري وورلد. وأنت ما عم بيروح تعمل شوبينج. فرح نبلش نهارنا اليوم بالأكواريوم. يلا أبو ظبي داي 1. بس أنا رح كون منيحة معك. رح أخذك على your favorite eateries. خير. شفت كيف؟ خير. هيدا الفرق. أها. وأكيد ما رح نعمل شوبينج. ما بدي أعمل شوبينج. عم بأكد بس. ما بدي أعمل شوبينج. أنا كتير أنوعة. ما تنسى تفتح للبيت للمدام. أكيد على راسي. على راسي. Good morning أكرم. قبل ما نبلش سفرتنا مثل ما قلنا 10 ايام ما لازم ننسى واهم شيء نشكرهم لكل الاشخاص يلي كان لها دور كتير كبير بيوصلنا لهون. روتانا اوتيلز ثانك يو سو ماتش، وورنر براذرز، اتحاد ايرويز، وميرال، وكل حدا ايمن فينا وقالنا تفضلوا عازمينكم وكان له هذا سبب كتير كبير بنجاحنا. واكيد ربيع يلي حتى انه عم بحكي بعد ما تعلم لزميت في الموسيقى اخوات. كان حلمهم للولاد يجوا يشوفوا الأكواريوم. مزبوط طلع أكبر أكواريوم بالميدل إيست وعم بيعيشوا الإكسبيرينس كتير إنتراكتيف. We'll be right back.
ما بعرف كم أكواريوم صرت عامل، ما بعرف كم بلد اللي بتذكرهم، بكندا عملت وبأستراليا عملت وبأغلبية برمتي بالعالم، إن كان هون من قبل وإن كان بدبي، بس طعمتهم غير ساعة بيكون مع الأولاد. ما فيكم تخيلوا قديش إجمالا كنت فوت ربع ساعة نص ساعة صور بدي صورهم، قول أوكي صورت كفاية وارجع فل. هلأ الإكسبريشنز تبعهم كيف عم بيلعبوا، كيف عم بينطوا، كيف مبسوطين، وصار قاطع تقريباً أكثر من ساعة وبعدنا هون وبعدنا عم نبرم، والدنيا مش سيئتهم. ما فيكم تعرفوا قديش الأحساس حلو. واو، ما يعني أنتوا اللي عم تحضروني من كتير زمان، ما فيكم تعرفوا قديش لألي أن صورهم وحدي أو أكون مع عائلتي غير شيء بالمرة. عبرك تصور يعني؟ بتعرفوا في كتير أكواريومز بالعالم أكيد، ومش كل ما نفوت على محل حنقول يمكن أحلى من تاني، بس هون يمكن المحلات القليلة اللي بتطلعوا على غمق كتير طويل. إجمالا الأكواريومز بتفوتوا من محل لمحل لمحل، هون القعدة، الموسيقى، الضوء والغمق اللي كتير كبير، كأنكم عم بتشوفوا شيء هيك واو، كأنكم عن جد بقلب البحر. قبل ما نفوت بقلب التونل وقبل ما نكفي قعدة هون لدقايق هيك طويلة، بتصيروا تشوفوا وحدة ورا التانية وكيف كلهم عايشين مع بعضهم، كلهم بيحترموا بعضهم، كل واحد بيعرف طريقه وما بفوت بالتاني. لو نحن البشر نتعلم نكون هيك. انه هيدا ماي فيفورت، وحتى عندي فيديو عم صور المعمل تبعهم، قديش طري، قديش خفيف، قديش سكر ولمعته من برا كانك عم تاكل هوا. مش معقول، من مين ولد انا وانت؟ ريف شو هالدونات. طيب اوكي، عن جد مش معقول. خفي خفي خفي، انت كمان نحب لك اتشتان وانت ما بديك. اتفقنا ما رح نشتري شيء. ايه بس هيدا انت عملت قصدك شوبينج يعني مش سبنسرمية، ما بدي ما بدي فين السنة احنا بالسرمية، انا بحلم بالطنجرة. اغلى من جزتين. هو اللي انا بشتريه، هو الجنون، هو اهم تراجل بالعالم مع كل الالوان، بس انا واحد بيرهن كل وين. لازم تبلشون يعني، بس انه ما كم سنة ما بس الحمد لله بعد كم سنة. قاعدين صار لازم
نقفل ما يخترب بيتنا. أخذنا يلا نحن اتخذنا بالحديث وركضنا وشربنا وتمشينا وبرمنا بقلب المول، بس نسينا انه عنا غدا الساعة 1 ونص. بدنا نركض هلا باك على الاوتيل بدنا ناكل برجر. بما انه ربيع وانا بعرف شو بتحب بصراحه على المنيو مش معقول، يعني هيدا المنيو هيدا بكل سكشن رح نطلب لك شيء. بحبه كثير على المحل، بحبه كثير كثير، وبتذكر اول ما جيت لهون كوبرز الجو كثير حلو، بتحسوا حالكم بانجلش باب بالشمينيه، كيف عاملينها التشمنيه كيف عاملينها على تي فيز، الموسيقى كثير حلوه، سقف عالي، قناطر حلوين، بتحسوا حالكم بان اولد لندن بار. العالم اللي هون كله عروي، اللي عم بياخد درينك، يلي عم بيشتغل على الكمبيوتر على التليفون، وبعدين في تشويسز قد ما بدكم، اكثر من يمكن 10 او 15 نوع بيره بيناتهم بتغلب تلفت النظر، هي الجينيس اللي بحبها كثير كثير، وفعلا بتطلعوا على المنيو بتقولوا في وين بدي بلش. صار لي من امبارح موحم، امبارح عشية كان متعشى هون ما متعشى هون متعشى هون متعشى هون، رجعنا قلنا لا بنعملها بكره على الغداء، هيك بعدنا واصلين. كتير البرجر لذيذ هون، كل شيء عندهم هون. اكيد رح تطلبوا لي فيش اند شيبس اند ام شور ذي هاف يحوطوا لقدامي كوبرز لانش تايم. هيدي هاي غرامي، هاي في قصه حب وغرام، طعمتها لونها تحسوا حالكم عم تشربوا قهوه، الثيكنس تبعها التكستشر تبعها هيدي توب نوتش. وهيدا بتذكرها شربتها ساعة رحت مرة على ايرلند، ومن وقتها كمان اوف او ماي جودنس. بحب البيرة اللي بتحسوا فيها بتحسوا عم تشربوا شيء، يعني ما بتحسوا خفة مي حموضة، هول الثيك فول بودي ستاف، يعني كأنكم عم تشربوا عن جد قهوة هارد كور، او كأنكم عم تشربوا انبيد احمر. هيدي لايتلي هيك اسيديك ليتل بيت، شوي اسيديك اكثر. تشيرز تو مي. اوف هاي شو بتسميها؟ جوي تشيز. جوي تشيز هيدي كامامبير بتتخيلوها ديب فرايد جبنه دايبه باترد شوية مربى او مارمليد. كثير قوي sour cream cheese salsa very spicy. ما جبت لك سلطة لإلك. طب فينا انا على القليل اكل هول favorite من سيف الكرميل هون. amazing sweet potato truffle cheese على الوجه هول اوف توب ماي فيفورت. مكفي هول كرانشي كريسبي
شكلهم كثير حلو وفي من كل شيء. صفرة على لندن على انجلترا. فيش اند شيبس. هل فيش اند شيبس؟ ايه. نايس. منه مزيت. قرشة كثير حلوة من برا. فخني. عاقل. سيرف اند تيرف برجر. يعني لوبستر اند بيف. طلعوا الخبزة كيف قشطت. كيف وطيت. طلعوا جوا. هول مش بصل ايه. هولي لوبستر. لحمة. لذيذة حمراء مفرومة. هيدي رح تقشط. رح دقلك اياها تشوف لك اذا طيبة. اوكي؟ كتير مهمة. كتير مهمة. الخبزة كتير مهمة. واو اللحمة طيبة. Very nice. Very 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 nice. Good job. الصوص طيبة. البلند طيب. Nice food. ها؟ Very nice food. أيوة 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 أيوة. لحمة مطبوخة. Hours. طرية ماكسيموم. هيدا سخنة أكيد. لك من العجينة من برا. شو بدي خبرك يعني؟ شيء كتير طيب. إذا هديك حرقت لك لسانك تخيل هاي. رح انطر شوي. إيف. واو. مثل البيف ويلينغتون. بزيت الفكرة. عجينة من برا لحمة من جوا. بس كلها صوص. Amazing. 1 meter sausage. Club sandwich. Special request مع خبزة محمصة وشقفة دجاج كتير سميكة. Onion rings. Potatoes. مهمين. رح تقلي حالك. روح رح أتأكدك أنا طيبة. واو. لا honestly this is ولا غلطة. ولا 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 غلطة. لك البيضة جوا قد سمشتوية مزبوط بلا ما تكون ناشفة. الدجاجة منا ناشفة ابدا. البيكن. اف. اف اف اف. واو جود جوب. جود جوب. طبعا محل بس الكبار. بيرة مزبوط. all day dining يعني منه مسكر بل مفتوح بس بالليل. And then حتى الأولاد شوين ينبسطوا فيكم تقعدوا برا إذا بدكم. لكن غدا كان رائع. عن جد. فعلا 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 رائع. طيب كتير كتير كتير. واكتشفت أنا لإلي عن جد أول experience sports bar بكل معنى الكلمة. يعني كان كل السكرينز مدويين. أنواع البيرة للي بيشرب. أنواع السوفت درينكس. الأكل. الأكل is comfort food يعني. هول اللي بيطلع عبالنا. كل شيء بيطلع عبالنا كان على المنيو. أبو ظبي جراند ماسك هي الوقفة اللي بعدها. ساعات بتوصلوا لهون وبتنزلوا بالباركينج وبتصيروا تمشوا 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 بتقولوا ايوه شيء كتير كبير. أكيد في شيء مول كبير ومظبوط. سوق العجمي. سوق العجمي هو على المدخل. محل ما الناس بتحضر حالة بتلبس إذا منا مغطية شعراتها النسوان. إذا الشباب جايين مع شورت بيلاقوا طريقة وبيلبسوا عباية. وبعدين في عندكم كل أنواع الأكل الموجودة. هو مول شوبينج فود انترتينمنت. وبعدين من بعدها بتحضروا التيكتس عاملينهم أونلاين بخمس دقايق إذا كنا نسيين. وكنا نسيين كتير لابقين ليك عن جد انت وبنتي صلى عليكم. ومن هون منروح عاخر اخر اخر المول اللي بتسقب على اخر الباركينج ومنفوت على المدخل. معروفة واحدة من اكبر الموسك بالعالم. عظيمة شكلها من برا بيبهر. وانا زي رست الماضية وكتير عبالي اولادي يعيشوا ذات الاختبار يشوفوا كمية البياض الاركيتكتشر. وبالاخر ساعة واحد فوت لجوا بيحس بهالرهبة الكتير قوية والعظيمة.
قبل ما نجي الاولاد كان عندهم شرط، يعني مش شرط بس انه طلبوها منا انه فينا نروح عند بلاك تاب، فوي ميد ات ا بوينت، عملناها اساسا انه نجي لهون. شافوا صورنا بالسفره اللي قبلها هو كمان بده عند بلاك تاب صفينا كل برجر انا عشا بعد شوي، فرح بس فينا نتحلى فرح يجربوا هول الشيس كثير مشهورين. نحن وين؟ بممشى السعديات، محل ما في البحر اليوم كثير حلو، كان هوا هذيك المره والناس على البحر ومبسوطه واجواء حلوه والناس قاعده برا. اخوات بلاك تاب لعبة يعني؟ Yes, they're products. خلصنا مرحلة، خلصنا تقريبا نهار، هلأ بلش تغيب الشمس، الأفطار بعد شوي ومشينه. هيدا كله اللي صار اليوم بس بأول نهار، فعم بتخيل 10 أيام قديش رح نضلنا مضاينين وقديش رح نضلنا بهالحماس كله سوا. هنا مبسوطين، نحن مبسوطين ومكافين. هنرجع على الأوتيل نعبي التليفونات لأنه فضيو، واليوم العشاء بتياترو، تياترو يلي حضرته الفيديو تبعه بالدوحة هلأ من أقل من 4 أيام. تياترو هو زيته اللي حكيت عنه، في منه بأبو ظبي، واليوم العشاء سوشي، بيتزا، باستا، إيطاليان، إيجين، and everything in between. هاني I'm home. قربي تقلك قربي. لا تعطينا حط الماضي كنا سوا وعملوا لنا كيكس غير شكلك من العلبة لك سمكتها. هيدا شكله رمضان كيك اللي أكلناه مرة الماضي. وهون عنا Oh my goodness Bahamas. مندوق قلت لي هاني عم هون جايب لك كيك. ايه بغير السيناريو مندوق مش عم بعرف وين بدي بلش، اذا بلش بهيدا لك ما لقصلك، لك ما لقصلك. هيدا اللي بحبه كتير اللي فيه بنان من جوا. اول شيء سبونجي. يس او ماي جودنس،
الموزات مستويين رائعين رائعين. السبونج منه ناشف. كريم من برا شوكولات اميزنج. بيربح 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 صدقك. اف عن جد صدقينا. طلع طلع الفينيشنج طلع قديش مرتب هيك كواليتي. اوف هيدا مش معقول مش معقول مش معقول. وهون عنا رمضان سبيشل يلي بيجي بيستاشيو عسملية بالنص شقف بيستاش من فوق كمان سبونج كتير لذيذ. مش معقول. ريديفاينينج فينس اخذني على فرنسا اخذني على اوروبا اخذني على البلاد اللي بتعمل كيكس اخذني على كلاس اخذني على سكر خفيف على سبونج كتير 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 مسقية مزبوط على فولفلنس بقلب التم على تكستشرز. هول كلهم هون صنع في ابو ظبي ما عنده محل دليفري مثل ما وصلنا نحن بيوصلكم عليكم. and super recommended super recommended. نحن كنا عم نصورهم على انستغرام مشان هيك ما كنت عم بطلع فيكم كرمال نصورهم مع بعضهم تطلع رياكشن اول مره هي ذاته ما كنا عم برجع عيدهم مثل كانه عم مثلهم. فينا لكم من اطيب ما يكون من اطيب ما يكون. اذا عندكم بارتي اذا عبالكم تاكلوا كيك مرتب اذا عبالكم تسافروا اذا عبالكم تحسوا مكونات نضاف اذا عبالكم تحسوا الكيك يلي منه سكر يلي منه زبده يلي منه دلع اوف هيدا الكيك طفولتي كلها. مش معقول مش معقول. هيدا الكيك مزبوط فليفرز عربية بس نوها واجنبي ولا راح ولا اجا. وبالاخر طلعوا الترتيب طلعوا وقفته طلعوا شغله. يعني شو بينقال اكتر من هيك شو بينقال اكتر من هيك. طلع القصة طلع طلع الحلم طلع. ما عم نسمع صوت عم بيدوب دوابين مثل الزبدة. مش معقول مش معقول مش معقول. من جوا لاير فوق لاير فوق لاير. شو هالشغل الصح شو هالشغل العظيم. الكريم اللي بالنص كريم كريم قصة كبيرة. شوكولا مش هيدا الشوكولا اللي بيقولوا مرمل او يلي هو انا عم نحكي عن صدق وراحوا معلكتهم حتى. اوف حسيتك عبالك تاخد هالشي وتكدوش منه. كيف فينا نحطه بالشنطة هلا؟ هذا السؤال. بعرف شو بعرف انه احنا بالجابانيز ريستورانت بس ما قدرت الا اكون لبناني. سو بلش الموسم باللوز وبالجينيريك او جيرينيك اللي هي بعرف انه طيبه واكيد دنيا ولا يبخسونا اليابان شو بدنا نعمل. اسمه شادي اسمه شادي. والتقينا من سنه ونص تقريبا انبسطنا كثير تسلينا فتنا على المطبخ برمنا الاوتيل فوقاني تحتاني. وجيت من امبارح قلت وينه هالزلمه وينه مخفي هالزلمه. رمضان رمضان كريم. واجا هم وين؟ من لبنان. عم تمزح؟ جيت النهار الـ الأربعة.
مطعمي؟ ايه وجايبهم على البيت، جبتهم من البيت، شايفني بدي جاي من البيت راكب. او ماي جاد. يلا. بيعدو. صحة وانا، صحة وانا. شيلو من وجهي. سوري. او ماي جودنس. او ماي جاد. مان بطل. صحتين صحتين صحتين. بيعرف كيف يدق بالقلب دغري. بعرف. بطل بطل بطل. اهلا اهلا وسهلا بالعائلة كمان. شادي ترو الاكزيكتيف شيف تبع البارك روتانا، نحن بالتياترو جابانيز ريستورون مع انترناشونال ايست ميت ويست، واهلا وسهلا فيكم اليوم. تياترو 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 قصه، تياترو قصه انا وياه صار لها كثير زمان، تياترو بلشت بدبي من زمان زمان زمان، رجعت اكتشفت انه في تياترو ابو ظبي وجيت لهون، رجعت اكتشفت انه في تياترو بالدوحه وجربته. تياترو از ذا روتانا كرييتد براند، سو هن اخترعوها. الفكره انكم انتم بمسرح، انتم بمسارح، انتم بشيء كثير حلو، الاكل طيب، الشو مثل ما شايفين مثل ما عم تسمعوا، اللايف كوكينج ستيشنز ان كان التليانه من هون، البيتزا اوفن ان كان السوشي، الواين سيلر اللي دائما موجوده ودائما عم تلحقوا هالثياتر يلي هو بياخذكم على فينيز يلي هن الوجوه وين ما كان هون وهون وهون. اجواء كثير حلوه اب سكيل ان كان كل التفاصيل تبع الطاوله، وبعدين بياخذوكم على سفره على خمس بلدان، تلياني في، ياباني في، هندي في، تاي في، وصيني في. سو هن خمس كويزينز انجمعوا كلهم سوا بمحل واحد، وفجأة بتحسوا انه اوكي انا فيني اطلب بدي اياه. بالدوحة اكلنا باد تاي الروعة، اكلنا سباجيتي او باستا الروعة، بيتزا كانت عظيمة. بتذكر هون من سنة ونص سنتين فتنا على المطبخ طبخنا مع الشيف وكان شي جنون، فبتذكروا بالفيديو تبع الدوحة وقتها قلت انه هي حياتي نال عم بتذكرك اكلت باد تاي بلا توم، فاليوم راح اطلب من الشيف يعملنا اياها هوبفلي. وقلت له بطلب، قال لي ابدا. زيت التيم زيت الشباب بعرفهم كلهم سوا، وبحس حالي فعلا بالبيت هون. رح نبلش بكيس اسم الله ينبيد تشيرز اند نشوفكم على الغدا على العشاء. مالبك فيري جود مع قرشه. Hello, good evening. My name is Chef Antonio. I'm the in charge of teatro. So let's start tonight with some sushi tacos. This is tuna. So in this taco, we have guacamole, ahi tuna with some black caviar, gold leaf, and some lemon. So you can squeeze. Tuna tartar tacos. Shaklon, rae. Gold leaf. Caviar. Shaklon, بقرشة عظيمة. افوكادو من ميل ليكو لمعتهم ولونهم قديش حلو. نبلش يمين نبلش شمال. شو كومبيت هاي بتعمل كل الفرق. حمودة قرصة غريبة هيك حر لذيذ على راس لسان and then fine ingredients top. Next on the menu is, we call this one in teatro as passion torch. So inside tuna and avocado, outside is fresh salmon. And then we torch it. On top we put salmon caviar and some gold leaf with aji amarillo sauce. Enjoy. بلش بالأصلية خلينا نقول يلي انعملت جوا. أول شغلة بطلع عليها هي نوعية الرز، فليفرز عظيمين، طعمات الحر رائع، ما في مايونيز وهولي اللي عرفته التشيب سوشي، بالعكس السامن كواليتي عظيمة، وورم good one. حتى الجينجر طعمته غير، بيعمل حرقة هون بالإيه، مش حرقة يعني، فهمت؟ very good one. اوف amazing amazing amazing.
عن جد هيك عشا بفش الخلق يعني. Next in the menu is tempura prawns. So we are using U6. And then we have spicy mayo as a dipping sauce. Actually, we put the spiciness with wasabi and a little bit of togarashi. أنا بدي طعم هيك. بس سخنة. ما بعرف كيف البيض عم بيكلوها بس سخنة كتير. جربي. احترقت ايدي. كيف عملتي؟ معقول. اوه ماي جاد. اول شيء حجم البراون قد ايه كبيرة. ثاني شيء الصوص قديش منا ما بعرف بدي اقول انه منن مش حارين ودلعين صح والصوصات مش دلعين هيكي. والباتر كتير مهم قرشته لذيذة مش شربين زيت. طب استلز دب هيدا. توب. واو. توب. اوف مالينو غلطة بس. بكره تارتوفا بيتزا اوكي مع فرماج مع سب وشامبينيون وبلاك تروف او ترفه صحه وهنا. Next, we have chicken tikka from the Indian side. So we cook this one in traditional tandoor with mint chutney, mango chutney, and tam kachumbar. ريحة الطاولة والترافلز مش معقول. البيتزا اللي وقفتها حلوة. بتلفوها هيك. سخنة. ريحة عظيمة. بوفالا توب. والعجينة اللي مرتاحة منيح النافخة كتير كتير كتير. ريحة الخبزة بعدها مثل ما هي وحلوة بتحسوا فيها. ترافل من فوق خبزة من تحت مع بعضهم كومبليت. So next in the menu is our very own Pad Thai prawn. So this is representing Thailand but it's a theater style UAE style. So it's a little bit mild from the spiciness and a little bit on the sweet side. حيث انا دقتها بالضوحة وعملوا لي اياها كثير وتذكرتك بوقتها لانه هيدي هاي قصة انا قصة من اتشب اكلات عندي بس بلبنان ما بلاقيها. سو باد تاي هي كناية عن نودلز مع صوص البينات فيها بيض وبتنقوا يا اما برونز يا اما تشيكن ودائما عصرة الحامض او اللاي. انتوا عم تاكلوا هيدي انا راح افسر لهم عن شيف شادي كرييشن بلاك دو جبنه توميتو صوص ريحه البندوره وصلت لهون. هالجبنه مش معقول شو هالنوعيه مش معقول مش هول التشيب كوميرشال ستاف. البلاك دو اي سي محمص صار اتركها شوي تسقع حاسس اصابيع احترقوا. خبرينا عندك شو الوضع. النودلز عرفت مش معوسين سو ذير ال دنتي وسميك وسميك ولا واو شغل حلو. نحن كثير انبسطنا بعشينا بنودعكم بهالنهار العظيم 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 لونج داي. شاركونا وصلتوا لهون بالفيديو وحضرتوا كله سوا وشفتوا قديش في اشياء واحد يعملها بابو ظبي قد نحن انبسطنا قد الاولاد انبسطوا. بنلتقى بكره باكتشافات اكثر وبنهار عظيم. مندوق هيدي وين أتشب؟ هون أو ضاحة؟ بيتخانقيني معهم؟ بس سؤال وقف ورا زيت الدينة بس سؤال اثنيناتهم خير وبركة وبعض بس بيناتنا بليك المزبوط المزبوط ما خصهم ببعض عن جد؟ هون فيها سويتنس أكتر هون أسمك هون النودلز ستيكي أكتر البيض كبير ما بيفرموه صغير اثنيناتهم رائعين. ليش ما بتسافروا على البلدين؟ لا مش معقول سوري رجعنا لانه ما كتير بيامه باكل دجاج لانه كل الدجاج بالعالم منوع بتوم. انتوا عم بيجيكم هيك شيء جوسي تندر اميزنجلي فليفرد اند مارينيتد